الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية دعم عدلان عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صبحة هشة ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعدل فيها القشة. صدر تحت توقيعه عدلان الصاوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العائلية. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان تحلم ونحلم بالمكان أسرة مؤسسة ناس ومكان عندنا نفسنا الريحة زمان بيت مسؤول أمور محبان والف سلام يا عم عدلان. ساعدونا يا أخواننا ساعدونا كرامة لله يا أخواننا كرامة لله عيانين أخواننا الرقب ساعدونا يا أخواننا طالب من الله حق الله طالب من الله حق الله طالب من الله حق طالب من الله حق الله يا ابن العم يا ابن العم يا أخي استهدي بالله أنا ما سألك من شهادتك للناس لكن أنت عشان ربنا يساعدك صل لربنا عشان يكرمك يا حاج ما تضيع زمن يا أخي ما تضيع زمن وفر نصايحك لغيرك ساعدونا ما بوفرها يا أخي أنا إنسان ممشي حياتي بأسس محددة لا يمكن أشوف إنسان ماشي في الغلط وما أنصحه يا عمك ما تقد الشغل يا أخي ما تقد الشغل أنا غلطت على زول مواقف في باب الله وداير حق الله يا أخي ما اعتدت لي زول أثناء شغله ولا سرقت لي زول ساعدونا يا أخواننا ساعدونا يلا عدنان سيبوا يا ما تمشي أنا لو ما كملت نصيحتي للزول ده يا أخواننا في زمتكم دي أنتم ما قاعدين تشوفوا الزول ده كل يوم بيجي الصلوات الخمسة بيقف هنا إلا صلاة الصبح بيقف هنا ده وما بيدخل يصلي معانا في الجامع مستحيل ابوي ده يمشي حته كده ما يعمل له قصه اسمع انا واولادي وكل الناس ديل بنجي هنا بنقوم نديك لانك بتقول طالب من الله لكن كمان ما صح مننا ان نشوفك انت ما قاعد تصلي وما قاعد تطيع الله وبرضه بعد كده نقول احنا ما ننصحك ايوه بالمناسبه انا ممكن اساعدك هاك كم ذكرت انت لو دار تخلي الشحدة تعالي انا في فيلا عدلان بساعدك يلا يا اولاد ساعدونا يا اخواننا ساعدونا كرامة لله يا اخواننا طالب من الله حق الله فارس أبوي جيب لي قهوتي فوق ها حاضر تعرف يا العوض ايوه عدلان ده فيه حاجة عجيبة خلاص كيف هسه في الجامع ما لما في الشحات ده زلاه وزل لما ندم عليه شعدته بعد ده قال له هذول تعال لي نساعدك انتوا عدلان ده فيه حاجة ما عارفينها
عدلان ده بالرغم من الحزم بتاعه والجدية بتاعته الشديدة دي، لكن عنده قلب وضميره أبيض، قلبه ده واسع يشيل الناس دي كلها. هوي هوي أنا أمشي أودي لك قهوة تدقوا بال ما يكتبوني استيضاح. لكن تعرفها أنت جدا خلاص؟ أنا لازم أمشي هأسعد وأعتذر له. أنت ما غلطان عشان تمشي تعتذر له، الكلام اللي قلت له كله كان صح. سامي أنا نهرته وربنا قال أما السائل فلا تنهر، يعني هو فعلا غلطان لكن أنا ذنبي أكبر أكبر. يا عدلان البلد دي كلها بقت ملاها شحادين، زمان الزول لما نشحت كان لي حوجة لكن هسه بقت مهنة. أبوي ده بعد ما كان بيطبق قوانينه دي علينا إحنا بس، هسه داير يطبقها على الناس دي كلها. يا سلام، والله لو أي زول في البلد بيطبق قوانين عدلان ما حنلقى لنا أسرة مفككة نهائي. تعرف يا العوض؟ خليني من عرفتك. عمي تعال. تفضل. تعال يا دول. اي انت ساكن هنا؟ وراي كمان جاي هنا بيكرتو. تعال تعال. هوي مطفيك ماشيين هذا اللي فيك شنو ماشيين شنو بوابه ما عندها غفير ولا شنو؟ معايا معايا خلاص امش عمك. تعال امش. ما تتدخل في شغلي. شغل شنو والله؟ اغلقت راحتنا. واحد ما يرتاح في بيته يعني والله كل من هب ودب جاينا من قطع. اتفضل. عنجد الشحاب بتاع الجامع ده جا برا عايز يقابل ابوك. خليه اتفضل نعمل له الاجراءات بتاعت الدخول. اتفضل. شفت دبيب خش انت داير تقابل عدلان الصاوي قصدي ابوي؟ كل قال عايز يقابلني انا. ودالي الكريم ده. تفضل تفضل. يمين العجبان فيه صغته فيه نفسه. هوي هوي ترى دولي نزول دول من الخارج. بالنادي بالنادي تفضل. أنا لازم أمشي أعتذر له، يعني لازم أمشي أعتذر له. انتظر يا عدلان انتظر. انتظر في شنو يا سامي؟ خليني عليك الله أرجوك، خليني أمشي أعتذر له. الموضوع ما محتاج قدر ده. أيوه أبوي تذكر الشحادة الجبال داك؟ ماله؟ جاء تحت وقال عاوزك. يا سلام يا أخي، يا سلام عليك يا أخي. تعرف أنت لو ما جيتني أنا كنت حاجيك هناك وأعتذر لك. أرجوك أرجوك أحفل لي من تصرفي اللي تصرفته معاك قدام الجامع. والله إحنا ما محتاج والله ما منزل نفسنا دي. والله إحنا كنا عارفين شتاء
هذا عيان الله العظيم، انا بتاع الركب ده والله، انا بتاع العيون، طقونينا والله لو ما طقوني الواحد ما فيش حزازه، انا ما يعني انا ما يعني عين شديد خلاص. ارجوك انا بكرر اسفي، اعفي لي. بالنسبه لموضوع الصلاه اللي كلمتني عنه، انا حبدا من بكره الصلاه، بس انت عشان قلت لي تعال لي انا جيتك، جيب اي حاجه يا عمك، والله 200 حلوه. جيب 200. انا ما حديك ال 200. أنا حعالجك نهائي من دودة الشحدة. أول حاجة أنت حتكون ضيفي من اليوم. حأبدأ بعلاجك. حتكفل بكل علاجاتك. عوض. نعم. خلوا معاكم في الغرفة وما يطلع إلا معانا كلنا. حاضر. لكن يا أخي أنا فيك دقيقة. ركض. أنت كلك دار شغل، تعال يا أخي. تعرف يا سامية؟ أنا كده يا دوبك ضميري ارتاح. مبركة يا ابني ارتحت. مبركة اللي ارتحت. يا اخوانا أنا جمعتكم هنا لشنو؟ عشان نلحق أبوي ده قبل ما يجي. أبوي ده عملنا في البيت هنا موظفين، وهو عمل فيها المدير مشينا له، لكن يحول البيت لدار الرعاية دي مشكلة بالنسبة لنا يا اخوانا. يعني عايزنا نعمل شنو؟ نعارضه في حاجة هو شايفها صح؟ هي نعترض عليها يا فارس، ما يقعد معنا المتسوي ده هنا في البيت. أنا مع أبوي في الكلام ده، ودي تصرفاتك دي، هنزلكم أنا ماشي أقرا. فارس وأمجد أنتوا خليكم معي، وأنا بتكلم بالنيابة عنكم، أها أمشي أكلمه. سارة سجيني ما أقرأ. أمشي يا فارس، أنت الوحيد اللي بتقيف معي. أظن أنا عندي شايف النار، يا عوض. عالم جبانة يا أخي، جبانين. أنا جابني هنا شنو؟ جابني هنا شنو؟ أنا قلت أجي أشيل فيها النصيب وأقوم أتخارج، يقوم عمك يشيل من عدة الشغل، ها؟ يشيل من عدة الشغل الورق اللي أنا ده قاعد أشحت به ده، وما عارف عمك ده أنا تعبت فيه تعب كيف، ها؟ ده كله هين، مش يوقف قدام المصلين صلاة العشاء، قال لهم الزول ده كان يوقف قدامكم تاني ما تدوا، ها؟ طيب كويس، شوفوا هنا ده. شرد وانتوا نايمين؟ كيف يشرد؟ دي مسؤولية. أنا قلت لك يا عوض خليه معاك أنت والفاضل في أوضتكم وما يطلع إلا معانا كلنا. تقول لي شرد؟ أنا لو عارف كده كنت سلمته أمجد، كان قام بحراسته أحسن من كده. أنا الراجل بتدرج معاه خطوة خطوة لحد الآن، خليته يوم كامل ما يمارس الشحنة. تيجي تقول لي شرد؟ دي مسؤولية دي؟ اسمعوا، بعد ما نجي من الصلاة نطلع كلنا ونفتش عنه ونجيبه، مفهوم؟ يعني حبسك وبوظلك سوقك ساي؟ عمك كان تاخذ إجازة تقعد معهم كم يوم؟ هو قال عاوز يعالجني من الشحدة، مفتكر إن إحنا نشحد عشان محتاجين، هو ما عارف احنا في الشهر الواحد بدخل شرب الشحنة دي 15000 جنيه. جيب 200. يعني احنا في رايك ما نفتش الشحات ده ولا شنو يا اخي؟ يعني احنا فتشناه وما لقيناه يا فارس يا اخي، احنا ذات ما صدقت انه شرد يا اخي. طيب نقول لابوي شنو؟ نقول له فتشناه وما لقيناه بس. نكذب؟ نكذب شنو انت هسه شايفه هنا الزول ده؟ لا لا. طيب مالك؟ اروح يا اخي. يا اخي اركب يا اخي اركب. ساعدونا يا اخواننا ساعدونا. كرامة لله يا اخواننا كرامة لله. والله محتاجين يا اخواننا ساعدونا ساعدونا يا اخواننا ساعدونا ساعدونا يا اخواننا ساعدونا.
تعال هنا ده تعال تعال هنا ده فك فكوا فكوا ها فكوا انا حبلغ عنكم البوليس تقريبا شنو احنا هذول بندورنا ساعدك التجاري كذا قطعت نفسنا يا اخي انا عايز اساعدك تبطل مساله الشحده تاخذ تطلع قروش بدون ما تمد ايدك ليزول انا مستعد اساعدك بمشروع صغير تكبره انت بمجهودك ايش معنى انا الشارع ده مليان مليون شحاد لافين في الاسواق ما تمشي اليوم عشان نهرتك يا اخي عافي لك لله والرسول يا اخي بس خليني يا اخي يا اخي انا شحاد كذاب ساكت يا اخي لو دار لك شحادين محتاجين صادين يا اخي مليون نفر يا اخي انا بجيبه لك خلاص خلوه خلوه خلوا يا اخي ايش عليك الله يا اخي انتظروا يا انتظروا انا مستعد اعمل عمليه جراحيه ويستعصل الدوده حق الشحنه دي نهائيا انت عن الشغله دي خليتها عديل كده دوده الشحنه دي بنلف العاديه كيف كتر خير عدلان ده اكبر اخصائي لعلاج التسول اكل اكل تفضل شيل من دي كله بشيل منه سلطه دي حلوه سلطه معلبات رهيبة تفضل لا قوم يا اخوي قوم اكاعدات شو في شنو ان شاء الله خير يا عم قوم انزل شوف الناس تحت الملمومين ديل ما خلت لنا شحات داخلة الملام بتاع الشحاتين احنا جايين من طرف اخونا اللي صاصل دلو دوت الشحده اخيره عين اليرسوم عديل الايقاع عالي ومتسارع وكل الناس جاريه وبتصارع ماضي الزمن الاضحى مضارع تبدأ حكاية دعم عدلان عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صبحة هشة ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعدل فيها القشة صدر تحت توقيعه عدلان الصاوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العائلية عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان تحلم ونحلم بالمكان أسرة مؤسسة ناس ومكان عند نفسنا الريحة زمان بيت مسؤول أمور محبان والف سلام يا عم عدلان